بنختم الموسم وقبل اجازه العيد افاجئك باكتر الفيديوهات اللي كانت منتشره من حديث القاهره. انتوا بتتعبوا وتجملوا شغل كتير، لكن الناس كمان هي بتختار القصص اللي بتحبها. نبدا من تحت. عندنا ست اهم مقاطع رقم الناس اهتمت بيها. رقم 6 في القايمه كانت رساله خير رمضان لخالد الغندور لما خالد قعد فتره كبيره جدا، قال له انت في نهايه قناه الزمالك وكفايه كلام عن الاهلي. من رقم 5 هوريك الفيديو بسرعه. طيب حديث محسن جابر ودي كانت تصريحاته، وما كمان عمرو مصطفى بس هيبقى رقم 6. البلوجر اللي استغلت اطفالها وتصريحات استاذه نهال ابو القمصان لكريمه وخالي كانت من الحاجات اللي عليها اهتمام. رقم 3 الطالبه منى طلع عماد الاولى على الاعداديه في كفر الشيخ واحتفاء قائمه كانت بتذاكر على الجرده، حوار عمرو مصطفى سهل. رقم 2. رقم 1 هو حديث خالد كريمه مع المشجع الزمالكاوي. خلينا يعني نستعيد الذكريات بسرعه. انت مالك يا خالد؟ بس هو بقى ده ينسحب على كتير. هنقدر يا خالد ولينا حجه يا خالد، انت مالك؟ هنطلع التاني في افريقيا يا خالد للسنه الثانيه على التوالي في المره الرابعه يا خالد. انت مالك يا خالد؟ بص الزمالك محتاج صوت خالد الغندور يا خالد. عندنا مشاكل كتير في نادي الزمالك عايزين نحلها. لا لا عليك ابويا واللي اكتشفه وانا بقول عليه في جنبي. بس ايه اللي حصل؟ لا اشوف انا يعني حصلت من ده كتير يعني انك تطلع حد وبعدين في الاخر يعورك. بما انها بتسترزق من القصه ده اتجار بالبشر. بالبشر دي مكانها السجن. دي لا ام ولا تعرف معنى الامومه ولا تعرف معنى العيال ولا تعرف الخوف عليهم، ده تعريض حياه اطفال لخطر. ما خطرش في بالك مره ترفعي سماعه التليفون وتعاتبيه؟ لا انا عملتها مرتين. بتعملني بلوك. قلت له ايه؟ قلت له يعني احنا نايمين على البلاط احنا اللي بيقولوا ان احنا اللي واخدين العفش، قالوا ان احنا اللي واخدين العفش واحنا اللي عاملين كده في نفسنا. انت بتغني؟ اه. عايز اغنيه؟ تعالى حط صوتك، اعمل تنازل بصوتك. انا اللي هنتك. مع السلامه، روح غنيها بس، تاخد تصريح مني. ولازم تقول اسمي قبل ما تغني. والالحان كذا واحترم الحق الادبي. تقريبا لرابعه ابتدائي كنت اهلاوي بعد كده وانا طفل طبعا زي بقيه اطفال مصر، كنا بنكره ام كلثوم وفريد الاطرش والناس دي كلها. كلنا كنا بنحب الاهلي، بس لما كبرت شويه بقيت عايش ام كلثوم وبقيت عايش للزمالك. قصص حديث على فكرة الطيارة انا تصورت انت تعملهم 8 كمان يعني اكتر او 10. في كتير. تسلم ايديك يا كريمه متخيل.